وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبين رشدي العمري مدير الإدارة الإعلامية لقوات الحزام الأمني. أهلا بك معنا سيد رشدي في هذه النشرة. في البداية، كيف هي الاستعدادات للمرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. لقناة المشرق. وبخصوص الاستعدادات، فهي استعدادات تتم على قدم وساق، وكما أعلن يوم أمس من خلال القائمين على الحملة الأمنية بأن القوة على أهب الاستعداد لتنفيذ هذه المرحلة وتأمين أو تطهير مديرية المحفظ، حيث أن مرحلة أو معركة سهام الشرق كان قد تم الإعداد لها، الإعداد الجيد والاستعداد الكافي منذ البداية من خلال اختيار القوة المشاركة في هذه الحملة، بالإضافة إلى تجهيزها بالعدة والعتاد. كذلك تم إعدادها إعداد نفسي، وهو ما سهل نجاح الثلاث المراحل السابقة في تطهير العديد من مديريات المنطقة الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، يتم التجهيز أو الاستعداد لهذه المرحلة من خلال اختيار القوات التي تتم في تأمين المناطق التي سيتم تطهيرها في مديرية المحفظ، حيث أن الكثير من الطرقات الرئيسية والطرقات الفرعية في هذه المديرية قد تم زراعتها بالعديد من الألقام والعبوات. سيد رشدي، في نفس السياق، حيث أعلن مدير محور أبين بدء المرحلة من مديرية المحفظ، برأيك ما هي الأسباب التي جعلت بداية المرحلة الرابعة من هذه المديرية، وأيضا ما تداعيات ذلك؟ الأسباب هو متبقى هذه المديرية بالإضافة إلى مديرية جيشان، ولكن هروب العديد من العناصر الإرهابية من وادي عمران ومن المناطق التي تم تطهيرها في السابق إلى مديرية المحفظ في وادي ضيقة وفي المعقلة وبعض المناطق، كان لابد من تطهير هذه المنطقة التي تعد آخر المناطق الوسطى. طبعا من أهم التداعيات هو القضاء على العناصر الإرهابية وتأمين المنطقة بشكل كافي. أحب أشير أخي العزيز إلى شيء مهم جدا، هو أن الكثير من الأودية والأشعاب في مديرية المحفظ لا تغل صعوبة ووعورة عن المناطق أو في وادي عمران وفي مديرية مودية، وبالتالي قد تواجه هناك قواتنا صعوبات أو بطء في التقدم كما شلنا سابقا من خلال زراعة الألغام والعبوات الناسفة في كثير من الطرقات الفرعية والرئيسية. وكما وصلتنا المعلومات، المقر الحزام الأمني في مديرية محفظ قد تم تلغيمه بشكل كامل، وإلا أنه العزيمة والإصرار لدى قواتنا كفيلة بدخول هذه المديرية وتطهيرها بشكل عام. وبالإضافة إلى أنه هذه الحملة لاقت التأييد الشعبي الواسع، التأييد المحلي، التأييد الأقليمي للقضاء على هذه العناصر الإرهابية. طيب سيد رشدي، كيف يمكن لهذه الحملة ومن خلال هذه الاستعدادات منع تهريب السلاح إلى ميليشيات الحوثي؟ حسب ما أعلن محافظ أبين عن أن هناك تهريب من قبل التنظيمات الإرهابية إلى محافظة البيضاء. أخي العزيز، هناك مديريات أو مناطق في محافظة أبين لها ارتباط حدودي مع محافظة البيضاء، وبالتالي يسهل عملية تهريب هذه الأسلحة أو الأسلحة التي توجد لدى العناصر الإرهابية إلى ميليشيات الحوثي، ولكن بالسيطرة على المناطق كما حصل في وادي عمران ومديرية لودر يحد من عملية التهريب، إلا أن هناك مناطق حدودية واسعة مترامية الأطراف ووعرة بنفس الوقت، يعني لا تستطيع الوصول إليها العربات وفي الوقت الراهن بشكل أكثر كما كانت المنطقة الوسطى، قد يسهل تهريبها. ولكن
من خلال انتشار قواتنا في هذه المناطق الحدودية قد يمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي. طيب أخيرا سيد رشدي، كيف يمكن للمواطنين المساهمة في نجاح المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق؟ المواطنين يلعبون دور كبير جدا في إنجاح هذه المهمة من خلال الإبلاغ عن تحركات العناصر المشبوهة وأماكن تواجدها، بالإضافة إلى الخروج بالمسيرات الشعبية كما حصل في مديرية مودية ولودر تأييدا لهذه الحملة ورفضا لتواجد العناصر الإرهابية في مناطقها، بالإضافة إلى البيانات التي أصدرتها بعض قبائل المحفظ التي تتواجد هذه العناصر في أراضيها وأمهلت العناصر الإرهابية مهلة للخروج من مناطقها. ونحن نعتمد اعتماد كلي على المواطنين في هذه المناطق، وهي الحاضنة الشعبية لتواجدنا وهي التي ترفض تواجد هذه الميليشيات، حيث أن أكثر المشاركين في هذه الحملة من أبناء أبين، هم من أبناء هذه المناطق، من أكثر من أبناء القبائل، وقد تعرضوا في السابق إلى القتل، إلى التشريد، إلى الملاحرة من قبل هذه العناصر، وبالتالي لا يمكن القبول بتواجد هذه العناصر الإرهابية في مناطقهم، وهم يقفون إلى جانب قواتنا المسلحة في حملتها لتطهير مناطقهم من عناصر الشر والإرهاب. نعم، كان معنا عبر الهاتف من أبيان مدير الإدارة الإعلامية لقوات الحزام الأمني رشدي العمري، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.